المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المواجهة الخامسة من منافسات بطولة كأس العالم، حيث لأول مرة يلعب المنتخب الأرجنتيني مواجهة أمام منتخب عربي في بطولة كأس العالم. طوال مشاركات الأرجنتين السابقة تاريخيا في هذه البطولة، وباعتبار مونديال واحد أكثر المنتخبات لعبا لهذه المباريات، واحد أكثر المنتخبات تأثيرا في البطولة الأكبر، لكن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع المنتخب الأرجنتيني بمنتخب عربي في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق للأرجنتين أن واجهت أي منتخب عربي قبل ذلك تاريخيا في بطولة كأس العالم، منذ أن بدأت في المباراة الأولى وصولا إلى آخر مواجهاتها في النسخة الماضية أمام فرنسا. هنا صافرة البداية يطلقها الحكم السلوفيني سلافغوف إنيتشيتش، الذي يعلن عن بداية وانطلاقة المواجهة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني في هذا اللقاء. الأرجنتين الأخضر وبخيارات هيرفي، الأرجنتين بأسمائها الكاملة بحضورها الكبير، لويس يصد في المرة الأولى، لا زالت مستمرة وقائمة. أوهو، التي تقريبا ربما تعتبر بشكل أو بآخر لعبة ضد المنتخب الأوروغوياني عن عهد الروس داخل منطقة الجزاء، ولعويس في غاية الأهمية من خلال دقائق شوط المباراة الأول، الأمر الذي أعطى الكثير من الثقة. الكبير يبحث عن كرة الآن، محاولة داخل أكثر اللاعبين ظهورا ليونيله، هو دييغو أرماندو مارادونا الذي كان إليهم كريستيانو ليونيل ميسي سجل، واللاعب الأمريرة داخل منطقة الجزاء، عادت إلى صعود عرضية داخل المنطقة لكن في أحضان حارس مرمى في أحضان حارس سلافكوفيتش، كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة دون ليلتقون مرة أخرى في بطولة أستبريكان، عرضية داخل المنطقة لكن أيضا تغطية تعديل أو تقليص الفارق أو التعديل عفوا، كرة هو الاخر ب 34 سنه، كره بمحاوله ملعوبه الان وصلت في الجهه اليسرى، تسديده تاتي، ليش رجع؟ ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ لا 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 عن طريق انخيل دي ماريا، التغطيه كانت موجوده، وصلت هذه الكره الطويله في وسط الملعب بتوع منطقه الجزاء، لكن كريستيانو روميرو تتخطى الكره حافله العويس، كان هناك تسلل. نعم 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 نعم، تسلل للحر السالم، يرسل كرة عالية، لافة العالم أمام المنتخبات الآسيوية، فاز فيه يحاول فيها ترسل عالية، راسية قد تأتي، الانطلاقة هنا تأتي باليسار، المرور والتدخل كان موجود، وبالتالي الخطأ خل، لكن متسلل اليوم المنتخب السعودي، انطلاقاتك، روعتك، مرورك، ياسر الشهراني عند كرة تمريرة من الطرف لاوتارو، لاوتارو يمر يسدد ويسجل ثاني الأهداف، ولكن هناك التسلل موجود. هناك حذاري حذاري من التمريرات الخاطئة ومن خسر سر محاولة قائمة، انطلاقة أرجنتينية لكن أثبت من أنخيل دي ماريا باتجاه ليو عند كرة، لكن ممتاز ممتاز سعود عبد الحميد، ممتاز محاولة المرور والتقدم والعرضية، لكن امرأة الطرف الأيمن ترسل الكرة عالية، التغطية كحبر لكن ممتازة هنا في التصدي والتسديدة بعيدة، مرت بسلام مرت بسلام كرة اللاعب يقدر يحاول فيها التقدم في اليسار، لكن يرسل كرة طولية لكن سهلة أقرب، سوفيت فيها تذاكر هنا محاولة سلم الدوسري، لكن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز يتصدى في الأيمن، عادت إلى أنخيل دي ماريا، أنخيل دي مدريغو تيبول عند الكرة يحاول فيها عرضية لريقية باريديس، عالية الكرة محاولة خطيرة تأتي ولكن سهلة سهلة عند حارس المرمى، نقلة حسان تبكتي صالح جوله، فوق فوق
سعود تقدم يا سعود. هات الأول بحكم أن المنتخب السعودي قادر. من نواف في شيء جاي 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 من نواف لو تارو لو تارو إلى لونو بطل بطل سعودي. الله 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 كمدار راح لبح كرة بمحاولة ملعوبة الآن لليمنى إلى أن خير دي ماريا أمامية داخلية من أجل الاستبسال. لا يمكن بأن نوصيهم على اللاعب الموجود في أرضية الملعب. كرة فيها محاولة. برافو 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 يا حسن برافو يا حسن برافو. لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. يلعب كرة بمحاولة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد. تدري دقائق بطيئة جدا تمر. تجاوز هذه المجموعة لا يفوز بكأس المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف. ساعات المنتخب الأرجنتيني لا زالت مستمرة وقائمة. جول داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة. لا 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 الأصلي للشوط الثاني. كرة بمحاولة هنا من خلال هذا اللقاء أخطر حافرين اسمك وبسط جود في قلوبنا. حقيقة صعب جدا أن يوصرات من الفرح والانتصار والسرور. الله يعويس الله يعقى في الجهة اليمنى عرضية إلى خارج ذلك واقعا في أرضية الميدان خطيرة جدا لكن راية موجودة. تسلل 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 عادت من جديد وصلت بعد ذلك ميدان على لاعبين الأخضر وفي get a result from this match. They've gone adventurous and chosen a 4-1-2-3 formation. This sacrifices numbers in midfield for a reinforced defence and attack. Off we go. Let's hope for some goals then today. Ooh, well intercepted. Lamar. Picked up by Busquets. Here's Ronaldo. Oh, well intercepted. Headed on. Oh, De Bruyne! Incredible reactions from the goalkeeper there to keep the shot out. Let's take another look. The defender regains possession, and now they're